هنروح للتنس الارضي في نادي الاهلي. زي ما احنا وعدناكم ودايما بنتابع ابطالنا ونجومنا الكبار واللي بيلعبوا في منتخبات ولكن بطلاتنا وابطالنا الناشئات برضو عينينا عليهم، ومش كده بس، كل الاهتمام ليهم بنفس المسافه ونفس الاهتمام، لان دول في يوم من الايام هيكونوا ابطال المستقبل. التنس الارضي، ناشئات التنس الارضي تحت 12 سنه حصدنا بطوله الدوري العام. في الحقيقه انجاز جيد، نجحنا ان احنا نفوز في النهائي مع وادي دجله في ملاعب نادي سليمانيه، قبليها طبعا قبل النهائي كان مع نادي الزمالك، قبليها دور الثمانيه كان مع سموحه، نادي الزمالك فزنا 7-2، فزنا عليه 7-2، ووادي دجله نفس النتيجه، وسموحه برضو نفس النتيجه 7-2. الفريق بيضم عدد كبير من اللاعبات، مين هم؟ خلينا اقوله لكم. عندنا فريده شريف حجازي، وفاطمه رامي جمال الدين، وهنا طارق مختار، وروز مصطفى امين، وجاسمين نوبي ابو زيد، ونبيله معتز سليمان، ومريم احمد ماهر، ورولا محمد امين، ونور عمرو عبد الدايم، وجنه شريف مصطفى، وجنة أحمد محمد، وزينة محمد تيمور، وعليا باسم سرايا، ونور محمد فريد، وجودي هاني محمد، ومريم أيمن فاروق، وليلى تامر محمد، وتاليا محمد مصطفى، وتيا المعتز بالله غراب. وبترأس جهاز كابتن طارق صبحي، ومعه كابتن عادل صديق نائب رئيس الجهاز، وكابتن محمود عبد المبدي المدير الفني، وكابتن أحمد مدير المدرب العام، ومعهم كابتن حسن صوفي مدرب اللياقة البدنية، وكابتن أحمد عبد الغني مدير إداري، وكابتن أحمد عبد السلام العناني مدير القطاع التعليمي. كاميرا الأبطال كانت موجودة في ماتش الزمالك، سجلنا التقرير ده، هتفرج عليها مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. احنا الحمد لله في المجموعات طلعنا اول في 12 ولاد واول في 12 بنات، ولعبنا دور الثمانيه النهارده. 12 ولاد كسبنا الحمد لله فريق هليوبلس، الولاد عملوا ماتش هايل، كسبنا 9-0، 6 سنجلز و3 دبلز. والبنات دلوقتي بنلعب فريق الزمالك في دور الثمانيه، لقاء قوي. البنات الحمد لله عاملين ماتش هايل، كسبنا دلوقتي اول راوند خلصت اللي هي راوند السنجلز، كسبانين 4-2، وان شاء الله عندنا 3 دبلز ان شاء الله، محتاجين ماتش منهم عشان نكسب اللقاء باذن الله. دايما البدايه بتبقى في الدوري، الولاد صغيرين بيبقوا مضغوطين شويه، الحمد لله قدروا يطلعوا بالماتشات كويس جدا. حتى الماتشين اللي خسرناهم على حاجات بسيطه جدا. الماتش الاخير كان ممكن يخلص اللقاء، بس الحمد لله يعني هي عملت اللي عليها 100%. فاعتقد اللقاء كان هايل، الولاد بصراحه كانوا ادوا ماتشات هايله، واعتقد كان يعني الافضليه لينا الحمد لله. واتمنى بقى يحصل كده في الدبلز باذن الله ان شاء الله. الحمد لله كلهم عملوا اللي عليهم جدا وزياده، وكله كان رجاله في الملعب. مفيش حد قصر، مفيش حد عمل اي حاجه، لان الحمد لله يعني احنا طبعا شغالين بقى لنا فتره طويله قوي على القصه دي، وكلهم كمان روحهم حلوه جدا، وكلهم قلبهم على المكسب يعني، وانا شايف ان كله النهارده عمل اللي عليه وزياده. احنا خلي بالك دورنا في الملعب في الماتش يعني بيبقى اقل حاجه، احنا بيبقى كل دورنا اكتر التشجيع والسبورت للعيبه، لان خلاص هو يعني ده زي الامتحان، انا ما اقدرش اقول له حاجه في الامتحان اكتر من اللي احنا كنا بنعمله. بيبقى دورنا اكتر سبورت ودورنا اكتر تشجيع، ونحاول يعني نخليهم دايما مركزين، عشان طبعا انتوا شايفين ده بيبقى في دوشه حواليهم وتشجيع كتير وبتاع، وده اصلا مش الطبيعي بتاع التنس، فهو اكتر حاجه بتبقى نهديهم ونشجعهم. احنا طبعا قسمنا الاحمال بتاعتهم على مدار الاسبوعين اللي فاتوا، عملنا تمرينات الصبح في نفس الجو الولاد اللي هيلعبوا فيه، وعملنا تمرينات بالليل نفس الجو بتاع البنات بالظبط، وعملنا وزعنا الاحمال بتاعتنا على مدار الاسبوعين. الحمد لله الولاد والبنات واقفين على رجليهم في اللقاء، الحمد لله احنا لحد اخر لقاء احنا عندنا بنتين كسبوا سوبر تاي بريك، يعني ده معناه ان هم واقفين على رجليهم لحد الاخر، عمل اقصى حاجه عليه، مش بعد فيرست سيت وتعب، لا ده عمل كومباك، خسرانين فيرست سيت قدرنا نكسب سكند سيت وكسرنا سوبر تاي بريك الحمد لله. النهارده بصراحه ما كنتش بادئه حلو قوي، يعني ما كنتش مركزه قوي، بس مش عارفه ايه اللي حصل في اول سيت وكده، ما كنتش مركزه قوي، بس الحمد لله يعني عرفت ان انا الاقي حل وكده، ويعني عملت كومباك. انا يعني ما كنتش عارفه احط الكوره في الملعب كويس، ما كنتش بتحرك، يعني ايه حاجات كتيره ما كنتش مركزه قوي في الملعب. هدفي او التارجت اللي انا نفسي اوصل له، طبعا اهم حاجه يعني مش عاوزه ابقى مركزه قوي في المكسب والخساره، لاني لما ببقى اتوتر اكتر مش ببقى عارفه العب، بس انا هدفي يعني ابقى اللي هو من التوب 5 وكده. السكور خلص 4 لاف 5-3، انا كسبته، وكنت في الاول سات كنت بكسب بسهوله عشان كنت مركزه، وكنت ما كنتش عارفه الماتش يبقى سهل ولا صعب، فبدات كده
مش عارفه ايه اللي هيحصل، وكسبت عشان كنت مركزه، بس في السكند سيت كنت مستهتره البوينتس شويه، وهي بدات تلم عليا البنت اللي ضدي، بدات تلم عليا وتعليها، فانا بدات اضيعها بره، فحاولت ان انا اركز ان انا اجيبها جوه اكتر في الكور اللي هي بالذات الكور الديب، واحاول الكره كل كوره ابروتش احاول ان انا اخلصها. ليه لا، مش يعني ما يكونش عندنا في يوم من ايام نجمه زي ميار شريف، نجمه زي انس جابر الحقيقه اللي نجحت توصل طبعا فاينل ويمبلدون واتكرمت من الرئيس التونسي. يعني اللي عايز اقوله انه في يوم من الايام ممكن نشوف من الناشئات دول في يوم من الايام نجمه عالميه، ليه لا؟ مصر تستطيع، وعندنا الكوادر وعندنا البنيه التحتيه اللي تؤهلنا لذلك، فده واجب علينا كبرنامج الابطال ان احنا يبقى عيننا دايما على الناشئين والناشئات في كل الالعاب.